السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنتم اليوم؟ الحمد لله بخير. اليوم إن شاء الله حيكون في عنا محاضرة شيقة جدا، بنتكلم عن برامج تنمية التفكير في التدريس. عنا برنامج قبعات التفكير الست. طبعا الاتجاه الحديث في التدريس يركز على عملية تنمية التفكير. هذه الطريقة طبعا تستخدم بصورة كبيرة جدا في الاجتماعات، تستخدم في المؤسسات، لكن استخدامها في التدريس أثبت فعالية كبيرة في تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة. لو نظرنا طبعا بنلاحظ انه مؤلف هذه الاستراتيجية او بسموها فنية ديوبونو، فنية. طبعا ديوبونو هو مؤلف، ادوارد ديوبونو هو مؤلف القبعات الست، ولد في مالطا، هو دكتور متخصص في جراحة المخ والأعصاب، حصل على دكتوراه في علم النفس، عمل في جامعات أكسفورد وكامبريدج وهارفارد، مؤسس ومدير مركز أبحاث الإدراك في كامبريدج، ألف أكثر من 25 كتاب كلها ترجمت إلى 20 لغة. مبتدع برنامج الكورت لتطوير التفكير ومبتدع وسائل التفكير الإبداعي. طبعا في برنامج الكورت لتنمية التفكير، برنامج بينمي طبعا التفكير 6 وحدات، كل وحدة فيها 10 دروس، وهذا طبعا يستخدم في عملية التنمية البشرية بصورة كبيرة جدا. استخدام الكورت في التدريس طبعا بحتاج إلى تدريب، لكن إحنا كفنية ممكن استخدامها في تدريس العلوم، ممكن إن إحنا نستخدم قبعات التفكير الست. من أقوال ديوبونو إن الأسلوب الذي نفكر به يحدد مسارنا في المستقبل. اهتم بالتفكير، تفكير الإنسان هو الذي يحدد مساره في المستقبل. لماذا التفكير؟ لماذا التفكير؟ طبعا في العالم بقول لي ثورة تكنولوجية وعلمية. دور التربية العلمية، التربية العلمية تختص بتدريس العلوم ومناهج العلوم. طبعا لابد من تطوير مهارات الفرد وقدراته، أيضا الاهتمام بالأساليب التي تنمي وتغير طريقة تفكير المتعلم، لأن الهدف العام من عملية التعليم هو إعداد فرد قادر على مواجهة تحديات العصر وحل مشكلات، مكتشف للمعرفة ومطبق لها. كل المؤتمرات اللي أجريت في مجال تدريس العلوم قالت أنه تنمية التفكير ومهاراته عند المتعلمين وضرورة تعميق قدرات الفرد على استخدام أنواع التفكير المختلفة. طبعا إحنا درسنا عدة أنواع من التفكير، مين يتذكرنا؟ ما هي أنواع أنماط التفكير؟ التفكير التعاملي، الاستدلالي، الناقد، الاستنباطي، هي إبداعي، حل المشكلة، مجموعة كبيرة من أنماط التفكير. من بداية الفصل حتى الآن اتفقنا على حاجة في تدريس العلوم، لأنه تدريس العلوم خرج من الطريقة التطبيقية إلى الطريقة الاكتشافية، وأنه يجب ألا نعطي المفاهيم للطلبة جاهزة، يجب أن يجتهد الطالب أي نعم في اكتشاف المفهوم، في اكتشاف المبدأ، في اكتشاف التعميم، بيكتشف هذا الشيء من خلال اللي استنتاجات عقلية، من خلال إجراءات عملية بيكتشف الطالب. هذا طبعا من أهم المبادئ اللي تم اللي هو الاتفاق عليها. أهمية التفكير إنه بيعمل تعلم فعال، وسيلة متعددة الأغراض، بيساعدنا في القدرة على حل المشكلة. وبالتالي هنا لما بننظر للتفكير بنلاحظ إنه عمل شمولية لأهداف التعلم، إنه تعلم وتعلم فعال، وهو بيستخدم في كثير من الأغراض وبيساعدنا في حل المشكلات. الاختلاف والاتفاق. الآن إحنا سؤال مهم جدا، أيهم أفضل؟ إن إحنا ندرس التفكير مادة منفصلة، نعمل كتاب منفصل بندرس من خلاله التفكير، أو ندمج التفكير في المناهج؟ ندمج التفكير في المناهج. اللي بتأيد وجهة النظر هذه تقول ليش، واللي بتأيد وجهة النظر هذه تقول ليش؟ هو التفكير لحاله كان ما أنت لحالها. تفضلي قولي، مين اللي كان تحكي؟ قول. لا أنا بأيد الدمج بين تعلم مهارات التفكير ومع المنهج. بتأيد الدمج بين مهارات التفكير وبين المنهج. أكيد الدمج،
لانه هلا الطالب لو بده يعني بده يتعلم كيف طريقه التفكير، طب بده يطبق الشيء هذا يعني بصوره علميه وعمليه، فلازم يتم دمجه مع المنهج، فيجب ان يتم دمجه مع المنهج. وبالتالي هنا بنلاحظ انه صار في يعني اختلاف في انهم هل يعلموا التفكير بشكل مستقل عن المنهج، او انه الدمج بين اللي هو مهارات المنهج والتفكير. طبعا هنا اتفقوا على انه تعليم التفكير كماده مستقله وعن طريق الدمج مع المنهج الدراسي. كيف يعني؟ احنا ممكن لابد انه المنهج الدراسي يتضمن مهارات تفكير، لكن ممكن ان احنا يكون في عندنا ماده موازيه، يعني ممكن نعمل دورات للطلاب في التفكير الناقد، وبالتالي حتتاخذ كماده موازيه بعيده عن المنهج. يعني مش شرط ان احنا نتعلم التفكير الناقد في العلوم، ممكن نتعلمه في الحياه، نتعلمه كمهاره عامه. وبالتالي اتفقوا على انه ممكن تكون في برامج خاصه لتنميه التفكير، هذه بتكون مستقله، لكن ضروره دمجه مع المناهج في هذا الجانب. اتفقوا على انه التفكير له ادوات تفكيريه مستقله، يتم تعليم التفكير عبر مواقف معينه. يجب ان نعمل من التفكير عاده عقليه يمارسها المتعلم في المواقف التعليميه المختلف. لازم يتعود الطالب دائما انه يفكر. المدرس الذي يقوم بحل الاسئله امام الطلبه، مناقشتهم في الاسئله وحل الاسئله، ويناقشهم ويراجعهم في نفس الاسئله، والاختبارات تكون من نفس الاسئله، لا يتعلم التفكير ولكن يتعلم التلقين. لكن لابد ان احنا دائما نخلي التفكير عاده عقليه. لازم الطالب في كل موقف احطه لازم يفكر، والموقف اللي بيتغلب عليه لازم يتعرض بعد ذلك الطالب الى موقف اكثر صعوبه، وعندما يتغلب الطالب على هذا الموقف نزيد من صعوبه الموقف حتى نرفع من قدرات المتعلم. برامج تعليم التفكير، عندنا 5 برامج لتعليم التفكير. البرامج الاولى واللي احنا تعلمنا منها في تدريس العلوم اللي هي برامج العمليات المعرفيه، اللي هي منها المقارنه والاستنتاج والتصنيف، كل عمليات العلم اللي احنا درسناها. في برامج عمليات فوق معرفيه، فكر بماذا تفكر، خطط لطريقه تفكيرك، وراقب اداء الاخرين، قيم وجهه نظرك. يعني هنا احنا مش بنفكر في الفكره ولكن بنفكر لماذا فكرنا بهذه الفكره. يعني احنا بنضع حلول، مثلا بنقول انه في عندنا جرح ملتهب، ما هي اسباب التهاب الجرح؟ الان ضعي مثلا ما هي اسباب التهاب الجروح. واحدة تعطيني سبب، لماذا يلتهب الجرح؟ ملوثات. في ملوثات، ليش فكرت بالملوثات؟ لأنه هي بتسبب الالتهاب. لأنه أنت عندك خلفية سابقة إنه عملية الالتهاب بتكون نتيجة وجود بكتيريا ونتيجة وجود كذا. يعني إحنا الآن نفكر بالفكرة ولماذا فكرنا بهذه الفكرة، وبالتالي نفكر في التفكير. طبعا هنا ولإذا كان الحب مكان القلب، لماذا نفكر به في الرأس؟ بنحاول ان احنا نفكر في الفكره نفسها. عندنا برامج المعالجه اللغويه والرمزيه، اكتب، برمج، حلل، هذه معالجات لغويه، معالجات رمزيه، بخلي الطالب يكتب، اكتب تقرير، برمج، حلل، توصل الى معلومات. في عندي برامج التعلم بالاكتشاف، بتستخدم التفكير المعرفي في فهم جوانب المشكله، بان احنا نعيد التخطيط، نعيد صياغه المشكله، بنمثلها بالرموز، بنمثلها بالصور حتى نصل الى اكتشافات. برامج تعليم التفكير المنهجي، طبعا كيف احنا بنتعامل معها في المناهج؟ تعتمد على نظريه بياجي، انهم بنرتب المناهج من المحسوس للمجرد، وبالتالي بتعتمد هنا كيف بدنا نعلم الطلاب، بنمشي على حسب نظرية بياجي. ما هي القبعات الست؟ واللي هي أداة تفكير فعالة تشجع التفكير المتوازي بحيث تتفادى الخلاف في وجهات النظر، وهي برنامج تدريبي لتطوير مهارات التفكير. ما هو التفكير المتوازي؟ هل انت، انا بدي اطرح مثال، مثلا مين فيكم بتشجع عمل المراه؟ الكل بس اليوم مدوشين فيه في الحاضر. طيب مين بترفض عمل المراه؟ لو بنرفض عمل المراه كان انا برفض عمل المراه. ترفضي عمل المراه؟ طيب ماشي،
الآن ترفضي في حالات. الآن هذا تفكير متوازي ولا متعاكس؟ متعاكس. المفروض إن احنا تفكيرنا بيصير بخطين متوازيين، بحيث إن أنا بدي أتقبل فكرة إنه أنتوا جايين على الجامعة وبتدرسوا من أجل إنكم تحصلوا على فرصة عمل ملائمة تساعدكم على وضع معيشة مناسب. في نفس الوقت بدي أتقبل فكرة إنه الأم اللي عندها أطفال ووضعها المادي مرتاح وكذا مش محتاجة إنها تترك بيتها وتطلع تشتغل. الآن هذا تفكير مش متعاكس، ولكن أنا بقبل وجهتين النظر، وبالتالي هنا التفكير المتعاكس غير التفكير المتوازي. هاي التفكير المتوازي. مميزات التفكير المتوازي: بتختفي الاختلافات في وجهات النظر، كليتنا بنتفق على انها المرأة اللي بيتها بيحتاجها اكثر الافضل انها تقعد في البيت، لكن لو في عندها حاجة مادية لازم تخرج، والان بدها تحل مشكلاتها العاد، وبالتالي بتختفي الاختلافات في وجهات النظر. فيها احساس في الاخرين وتعاطف معهم، رغم انها تعلمت حصلت على شهادة عالية متميزة في كذا، لكن في احساس بكونها أم، وبالتالي إحنا بنتعاطف معها في هذا الجانب. توليد الكثير من الأفكار سواء كانت سلبية أو إيجابية أو إبداعية أو ناقدة، بنولد كل الأفكار، كل الحالات، اللي زوجها بيموت، البنت اللي ما تزوجتش، اللي مثلا ما فيش عندها حدا يعولها، اللي كذا، وبالتالي في عندي مجموعة كبيرة من الأفكار ممكن تنشأ في هذا الإطار. الآن عيوب التفكير المتعاكس، تنتين قاعدين جنب بعض، واحدة بدها إيش؟ ترد على الثانية. كل شخص يتشبث برأيه ويتعصب له، يحاول أن يثبت وجهة نظره، مما يؤدي إلى الوصول إلى عدم وصول إلى نتائج. تمسك الفرد برأيه ووجهة نظره حتى وإن كانت خاطئة، يعني هي بتكون وجهة نظره خاطئة لكن هو متشبث برأيه. بينشغل طرفي التفكير في كيفية الرد على الآخر، زي ما بيحصل عندنا في المجتمع، بنسيب المشكلة الأصلية وبنصير نرد عليها على بعض. أين انت بتقول عني هيك، انا بدي اقول عنك هيك، انت بتقول عني هيك، وبالاخر احنا تركنا الفكره، بدانا نرد على بعض. الاختلافات في وجهات النظر تسبب مشاعر سلبيه تجاه الاخرين، يعني هنا احنا بنولد مشاعر ايجابيه وبنتعاطف، لكن هنا بنولد مشاعر سلبيه تجاه الاخرين. يبقى هنا التفكير المتوازي، طريقه اللي هي القبعات، بتشجع التفكير المتوازي على انه كل انسان له قدره في التفكير في مجال مختلف حسب ظروف وحيثيات مختلفه. اهداف الاستراتيجيه: عندي قبعه بيضاء، قبعه صفراء، قبعه سوداء، قبعه خضراء، قبعه حمراء، قبعه زرقاء. من اهميتها ان احنا بنمارس التفكير سداسي الابعاد، بنوضح التفكير على انه هو اهم وسيله. نستخدم القبعات في حل المشكلات، اتخاذ القرارات، التحول من عرضيه التفكير الى تعمد التفكير. يعني الان مثلا انا بدي اخليكي تفكري في اتجاه معين، بدي اقول لكم الان انتم كلكم بتلبسوا القبعه السوداء، حددوا نقاط الضعف في الظاهره. انتم كلكم الان بتلبسوا القبعه الصفراء، هاتوا حلول ابداعيه. وبالتالي الان احنا بنغير الادوار اللي احنا، وبالتالي صار في تعمد في التفكير وفي مرونه في تغيير التفكير، اني انتقل من نمط الى اخر. لماذا القبعات؟ ليش القبعات؟ يعني ليش ما قلناش مثلا هي الجاكيتات، البنطلونات؟ الراس هو اللي بيفكر. ايوه، لانها بتنحط على الراس ايضا. الراس هو اللي بيفكر، الراس يعني بيحتوي على الدماغ، يعني مكان التفكير. مكان التفكير هو اللي بيفكر. التفكير لانها رمز للدور التي يمارس الشخص هذه العمليه او الشغل اللي بيقوم فيه هو العمل. ممتاز جدا. يبقى هي رمز، يعني احنا بنقول ان القبعه هي الاقرب للراس، والراس بيحوي الدماغ، والدماغ هو اللي بيقوم بالتفكير. القبعه لا تبقى طويلا على الراس، والفكره لما انها تتكرر بتصير باليه. اي نعم، القبعه التي تلبس طويلا تتسخ، اذا كل مره في كل مجلس بتعيدي نفس الكلام مش حلو، بصير كلامك ملوش طعم. بالضبط كذلك الفكره ان بقيت طويلا فانها تصبح باليه. القبعة رمز للدور اللي بيمارسه الإنسان، قبعة الممرضة وقبعة الجندي، كل واحد قبعته بتحدد طبيعة عمل. القبعات طبعا هنا عندنا 6 قبعات زي ما أنتم شايفين، أبيض، أصفر، أسود، أخضر، أحمر، أزرق. لماذا هذه الألوان؟ إيش دلالة اللون الأبيض؟
الصفاء والسلام والمحبة والمعرفة. إيش دلالة اللون الأصفر؟ مصدر الغيرة. بقول الشمس مصدر الطاقة، مصدر الإضاءة. الأسود؟ أيوة. والأخضر؟ التفاؤل. الأخضر التفاؤل، لون الحياة، نبات حشيش. والأحمر؟ مشاعر. والأزرق؟ صفاء. السماء. ظل الكل شيء، شمولية. طبعا هنا بقول لي علاقة القبعات بالألوان، القبعة البيضاء محايدة، القبعة الحمراء عاطفية، القبعة الصفراء إيجابية، القبعة السوداء ناقدة، القبعة الخضراء تفكير إبداعي، والزرقاء تفكير شمولي. القبعة البيضاء، الآن إحنا بدنا نتعامل مع القبعات قبعة قبعة. القبعة البيضاء، لو أنا طلبت من الطلاب إنهم يلبسوا الآن القبعة البيضاء، قاعدين نعرض درس، فقلت لهم الآن إحنا بنتكلم في موضوع مثلا نقول تحلية مياه الشرب. الآن كلكم البسوا القبعة البيضاء، إيش اللي أنا هطلبه من الطلاب لما أقول لهم البسوا القبعة البيضاء؟ ولأن القبعة البيضاء تفكير حيادي موضوعي مبني على المعلومات والحقائق والأرقام والإحصاء والسؤال والتساؤل والمعطيات، لا تعتمد ولا تبني على أي رأي، محايدة. يعني بدي أقول إنه نسبة الأملاح في مياه اللي هي موجودة في قطاع غزة 1 2 3، بدي أعطيني أرقام، نسبة الكالسيوم، نسبة المغنيسيوم، نسبة اليود، نسبة نترات الأمونيوم، بدي أعطيني اللي هي معلومات قائمة. بدي أسأل الطلاب ما هي المعلومات والمعطيات التي لدينا حول هذا الموضوع، ما هي المعلومات الناقصة، كيف ومتى يمكن أن نحصل على بقية المعلومات. الحمراء، التفكير المبني على العواطف، على المشاعر، على الحدس، على التخمين، الحاجة إلى تبرير الأفكار والاستدلال، تعطي مساحة للعواطف والمشاعر. ولك عندما تلبس القبعة الحمراء تكون تساؤلاتنا، يعني إحنا طرحنا فكرة اللي هو المياه وصلاحية مياه الشرب. بدي أسأل الطلاب إيش اللي أعجبكم فكرة إن إحنا نطرح المياه الشرب مثلا لقد كقضية للنقاش، إن إحنا بنعيشها مثلا، مشكلة هي أساس الحياة. أنا بدي أسأل عن المشاعر، يعني بدي أشغل على الجانب العاطفي والوجداني. ما شعورك تجاه هذه الفكرة؟ ما الذي لم يعجبك في الفكرة؟ فإحنا الآن بنشغل على المشاعر. قبعة السوداء، قبعة قوية وجودها مهم جدا، قبعة البحث عن العيوب والسلبيات. في ناس بحبوا جدا، على فكرة الشعب الفلسطيني شعب ناقد، معنى ذلك انه هو لابس دائما القبعة السوداء، بس احنا بدنا نلبس القبعة الزرقاء عشان يكون تفكيره شمولي. فهنا القبعة السوداء قبعة البحث عن العيوب والسلبيات، نوع من التفكير الناقد والمنطقي، بتهتم بدراسة المخاطر والنقص والمشاكل المستقبلية وحلولها. يعني احنا بنتكلم عن مياه الشرب، فالآن نبدأ نتكلم نقول مثلا إنه في عندنا مياه الفلتر في البيت، في عندي مياه التأين اللي بنشتريها الجاهزة، في عندي المياه اللي هي مياه الصحة، وفي عندنا مياه البلدية اللي بتجينا من الحكومة. الآن لو استمرينا نشرب مية الفلتر اللي في البيت اللي هي خالية من كل الأملاح، ما هي المخاطر؟ راح يصير عندنا هشاشة عظام، نقص الأملاح في الجسم، لأنه لو استمرينا نشرب من مياه البلدية اللي فيها نسبة عالية من نترات الأمونيوم راح يصير في سرطانات. يبقى احنا هنا يعني أنا بقول إيش هي المخاطر، بدرسها في الحالي وفي المستقبل، وبالتالي هنا بندرس اللي هي الحلول والمشاكل المستقبلية وحلولها ومهمتها في إقامة المشاريع التجارية، أنشطة مستقبلية. طبعا ينصح بعدم استخدام هذه القبعة كثير، يعني مش نفس الشخص هو كل مرة اللي يلبس القبعة السوداء. القبعة السوداء هي المشاكل وحلولها، طبعا تستخدم في الطب الوقائي، بتوقع دائما وقوع الأمراض والمشاكل والتطعيمات والتحسينات. طبعا ممكن نسأله اللي بيلبس القبعة السوداء، بنقول له هل هذه الفكرة قابلة للتطبيق؟ هل هذا صحيح وحقيقي؟ هل هذا مناسب؟ ما هي المشاكل؟ ما هي المخاطر؟ ما هي المحاذير؟ ما هي نقاط الضعف؟ القبعة الصفراء زي ما قلنا هي لون الشمس، لون الطاقة، فهي نوع من التفكير المنطقي اللي بيهتم بدراسة الفوائد المرئية والكامنة والأرباح المستقبلية، فهذا تفكيره منطقي، بيبدأ يركز على الجانب الإيجابي، بيدفع إلى سرعة تطبيق القرار. شايفين كيف؟ هو بيصوب 100%.
ما هي الفوائد وما هي الإيجابيات وما الذي سوف نجنيه في هذا الإطار؟ هناك بقول له ما هي العيوب، هنا بقول له ما هي إيجابيات. الفوائد والإيجابيات. القبعة الخضراء تفكير إبداعي، إبداع، جمال، أي النظر للأفكار والاحتمالات الجديدة وتعديل الأفكار والأخطاء، البحث عن زوايا جديدة لرؤية الموضوع بصورة جديدة، وهو لون الأشجار والنبتة كالفكرة الجديدة. نبات بينمو زي ما الفكرة عندك بتنمو وبتولد. ما هو الجديد بالفكرة؟ ماذا لو؟ نفتح باب التنبؤ، كيف نصحح الأخطاء، كيف نجدد ونطور. شايفين كيف على راسه لمبة، لمبة مخه متنور. القبعة الزرقاء تفكير شمولي، تفكير في التفكير، أعلى مراتب التفكير، تستخدم للتحكم في العمل. وظائف القبعات الخمس الأخرى وترتيبها وزمنها مهم جدا. نهتم بالخطوة التالية بالملخص العام بأهم الاستنتاجات. كل اللي إحنا جمعنا معلومات، حددنا المخاطر، حددنا الفكرة الصحيحة، الآن بدنا نعطي استنتاجات كاملة حول الموضوع، بدنا نطلع باستدلالات علمية من هذا الموضوع. الآن التساؤلات هتكون مثلا أين نحن الآن؟ ما هي الخطوة القادمة؟ ماذا عن ترتيب استخدام القبعات؟ ماذا عن الوقت المخصص لكل قبعة؟ نسأله لإلنا. ماذا عن طريقة تفكيرنا؟ هل نجرب تغييرها؟ ما هي المخرجات والنتائج في الوضع الراهن؟ الساعة لفت، بدنا نشوف نصل الآن لنهاية الساعة ونشوف ما هو الحل. طبعا كيف احنا ممكن نستخدم هذه القبعات في التدريس؟ طبعا من الممكن استخدام اكثر، يعني نفس القبعة اكثر من مرة. يفضل ان تسبق القبعة الصفراء القبعة السوداء. لماذا؟ لانها ايجابية. أيوة. دائما نبدأ بالتعزيز، نبدأ بالإيجابي قبل السلبي. إذا استخدمنا القبعة السوداء للتقويم الختامي يجب أن نتبعها بالقبعة الحمراء عشان نثير المشاعر. إذا كنت ترى أن هناك مشاعر قوية نحو موضوع معين يجب البدء بالقبعة الحمراء. يعني نتكلم في موضوعات زي الصحة الإنجابية مثلا، زي مشاكل الشباب، بنبدأ بالقبعة الحمراء. إذا لم تكن هناك مشاعر يجب البدء بالقبعة البيضاء. هو الترتيب بالنسبة إلها زي ما إحنا عرضنا، بيضاء صفراء، نبدأ بالبيضاء بالمعلومات، لكن ليس شرط، لأنه ممكن إن إحنا نغير على حسب طبيعة الموضوع في هذا الإطار. تستخدم طبعا في الاجتماعات، في جذب انتباه الطلاب، في تطوير مهارات الفرد، وفي اختيار شريك الحياة. مميزات الاستراتيجية طبعا سهلة، تستخدم على جميع المستويات، بتغذي جانب التركيز والتفكير الفعال، بتعترف بالمشاعر جزء من التفكير، بتمارس أنواع مختلفة من التفكير، بتشجع التفكير المتوازي، وبتقضي على التفكير المتعاكس. من الانتقادات اللي بوجهها إلها جذب الأنظار. أي نعم، إنها وسيلة لجذب الأنظار، وإنها يعني لشحد الأفكار، إن إحنا بنشحد الأفكار. طالبات الماجستير اللي استخدموها، أبحاث الماجستير اللي استخدمتها، الدراسات اللي استخدمتها سواء في الدول الأجنبية والدول العربية، أثبتت إنها من أفضل الطرق في إثارة تفكير الطلاب، وإنهم الطلاب بيحبوا التفكير، يعني المرونة في التفكير، الانتقال من طور إلى آخر. طبعا إحنا عنا لتطبيق هذه الطريقة، أنا ممكن أعمل أقسم الطلبة إلى مجموعات، كل مجموعة فيها 6 طلاب، بحيث كل طالب يلبس قبعة. مش شرط القبعة إنه هو يجيب قبعة ويلبسها، لكن هي عملية تخيلية. ممكن أنا لو طبقتها بصف سادس أو صف سابع أو كذا، نعمل استخدم قبعات ورقية من أجل الإثارة للطلاب، لكن المهم هو في الدور الذي تمارسه القبعة. أي نعم، يمارسها صاحب القبعة. ممكن إنه المدرس يقود اللي هي عملية التدريس قيادة جماعية، يعني المدرس كتب على السبورة مسألة أو سؤال في الرياضيات أو في الفيزياء أو في كذا أو مشكلة أو موضوع. الآن طلب من الطلاب إنهم كلهم يلبسوا القبعة البيضاء، يبقى ما هو المطلوب؟ ما هي المعلومات؟ ما هي الحقائق؟ ما هي؟ وبالتالي الآن بيكون مطلوب من الطلبة في المرحلة الأولى إنهم يجمعوا المعلومات، يحددوا كل المعطيات المطلوبة. لو طلب منهم إنهم يلبسوا القبعة الحمراء، هيوجه أسئلة بتركز على المشاعر. يبقى الآن ممكن نحن نقسم الطلاب مجموعات، أو إن نحن نقود الطلبة
قيادة جماعية في هذا الجانب. درس تطبيقي في العلوم. طبعا هنا الدرس اللي هو استخدام التسميد للصف الخامس الجزء الأول. القبعة البيضاء، قامت المعلمة بعرض الحقائق الآتية: يمتص نبات الأملاح المعدنية من التربة، السماد من الوسائل لتعويض نقص العناصر المعدنية، أنواع السماد. يبقى الآن هي في عرضها للمعلومة القبعة الأولى بدأوا يجمعوا كافة المعلومات، وبالتالي هنا كانت القبعة البيضاء هي قبعة المعلومات. القبعة الحمراء الآن بدأت تطلب من الطالبات التعبير عن آرائهم لمدة من 2 إلى 4 دقائق من أمثلة آراء الطالبات. هذا درس طبق طبعا عملي. فهنا قالت للطالبات: ما هي مشاعركم تجاه هذه الظاهرة؟ ما هي يعني عبري عن رأيك. إحنا لما بنستخدم الأسمدة من أمثلة آراء الطالبات إن السماد العضوي أفضل من السماد الكيميائي. في طالبة قالت: أنا بكره السماد العضوي. طالبة مندهشة إنه زرق الطيور اللي هي ورث الطيور هذا أفضل أنواع الأسمدة. مشاعر، تكلم عن المشاعر. فهي طبقت، سألت الطالبات فكان عندها هذا الشيء. الآن القبعة السوداء. القبعة السوداء انتقلت المعلمة للقبعة الثالثة وقالت للطالبات: لنرتدي الآن القبعة السوداء. تطلب المعلمة من الطالبات تقديم ملاحظات ونقد الموقف، فيقدمن تعليقات وأحكام سلبية. من تقرأ لي ما هي الأحكام السلبية اللي أصدرتها الطالبات؟ لا أفضل استخدام السماد العضوي بسبب نمو الحشرات فيه، قد يسبب استخدام روث الحيوانات إلى موت الأشجار. عملية إنتاج السماد الكيميائي مكلفة وصعبة، سيؤدي استخدام السماد العضوي إلى المصائب التالية: انبعاث روائح كريهة، نمو الحشرات والطفيليات. سيؤدي استخدام السماد الكيميائي إلى المصائب الآتية: ارتفاع سعر المحاصيل الزراعية، تراكم نفايات وقاذورات الحيوانات وبقايا الطعام. يبقى الآن هم ناقشوا في السماد العضوي في السماد الكيميائي، ما هي المخاطر والمحاذير وما هي المخاطر والمحاذير. نترك الباب مفتوح لكل طالبة إنها تعقب في هذا المجال. الآن القبعة الصفراء، إيش بتتوقع إنه المعلمة ممكن تسأل في هذا الإطار؟ إيجابيات وفوائد كل من السماد العضوي والكيميائي. ممتاز. يبقى الآن حتطلب منهم اللي هو الحديث عن الإيجابيات وعن الفوائد. طبعا هنا من أمثلة تعليقات الطالبات، من تقرأ لي إياها؟ إن الجيد من استخدام السماد العضوي أنه يقلل من سعر المحاصيل الزراعية ويقلل من تراكم النفايات. فكرة إذابة السماد في الماء تم إضافته للتربة من الأفكار الجيدة. ممتاز. بدأوا يعرضوا لي أشياء إيجابية، وإنه هي ممكن إنها تقلل من أسعار المواد، وإنها ممكن تقلل من تراكم النفايات، أيضا كيفية عملية التحليل. القبعة الخضراء، إبداع طبعا. تنتقل المعلمة القبعة الخامسة، لنرتدي الآن القبعة الخامسة. ماذا تقترحوا؟ نشوف الآن، نقرأ اقتراحات الطالبات. تفضلي. أقترح أن نجمع بقايا الطعام في المدرسة ونكون منه سمادة عضوية. أقترح أن نخصص حاوية خاصة في المنازل توضع فيها بقايا الطعام. ممتاز. انتوا شفتوا يمكن في بعض البرامج لما بقايا اللي هي بتكون القمامة، فبيفصلوا بين أنواع القمامة، بيطلعوا البلاستيكات لحال، بقايا الطعام لحال، أي نعم، الكرتون لوحده، من أجل اللي هي استخدامها في التدوير. فلو إحنا بدنا نجمع اللي هي بقايا الطعام، على ذلك إن إحنا ممكن نستخدمها في السماد العضوي في هذا الجانب. اقتراحات نعتبرها جيدة. الآن القبعة الزرقاء. مدرسة طلبت من جميع الطالبات إنهم يلبسوا القبعة الزرقاء وبدأت تناقش معهم. الآن المفروض إن إحنا بدنا نعمل خلاصة. تنتقل المعلمة القبعة الأخيرة، نرتدي الآن القبعة الزرقاء. بتوضح المعلمة إن القبعة الزرقاء هي قبعة التنفيذ. تطلب من الطالبات وضع خطط تنفيذية على ضوء ما تم في القبعات السابقة، معلومات، مشاعر، سلبيات، إيجابيات، مقترحات. الآن بدنا نحط خطة، وبده يكون تفكيرنا شمولي وتفكيرنا متكامل. الطالبات وضعوا خطة، من تقول لي ما هي الخطة التي وضعتها الطالبات؟ نشر الوعي. أيوة قولي. وضع خطة لنشر الوعي بين الطالبات بتمييع بقايا الطعام ودفنه. تبليغ مدير المدرسة باتخاذهم خطوة لإنتاج سماد عضوي مفيد للأشجار المدرسية. ممتاز. هنا الطالبات في طبعا كل يوم بقايا من طعام الطالبات، فإنه ممكن يخدوه يميعوه بعد ذلك يدفنوا ويستفيدوا منه اللي هي الأشجار في داخل المدرسة.
طبعا المدرسة استخدمت اللي هي طريقة القبعات بأنها قادت مناقشة جماعية، ساعدت الطالبات على أنه كل طالبة تلبس القبعات الست. يعني أنا ممكن أكون مجموعات من الطالبات. الأصل في تدوير الطباع وفي تدوير المهارات، يعني مش كل مرة الطالبة تلبس القبعة السوداء أنه هي دائما تلبسها، لازم مرة تفكر بصورة إيجابية ومرة بصورة سلبية، مرة تقدم مقترحات ومرة تقدم مشاعر. وبالتالي هنا إحنا بنساعدهم أنه يكون تفكيرهم متوازي، أنهم يتقبلوا الفكرة الأخرى. كل الأفكار صحيحة ما لم يثبت خطأ هذه الأفكار، وهذا شيء أساسي أن إحنا بنقدر نفكر. كل إنسان لديه القدرة على التفكير، كل إنسان يمكن أن يعطي فكرة، كل إنسان يمكن أن يعبر عن مشاعره، كل إنسان ممكن أن ينقد، كل إنسان ممكن أن ينظر نظرة شمولية ويضع خطة للتنفيذ والإنجاز. طبعا هنا في النهاية المعلمة بتقوم بإنهاء العمل الطالبات بأنها تتبع مجموعة من العناصر مساعدتهم على استخلاص النتائج والتوصل إليها من خلال عملية التعلم، تفنيد أهم الأفكار، بتطلب منهم تقرير ملخص وكتابة خاتمة لتفكيرهم حتى يشعروا بأهمية ما توصلوا إليهم. لابد من تعزيز مشاعر السرور والنجاح في إتمام عملية التعلم، مستخدمة طبعا فيها كافة اللي هي الأساليب والمكافآت في هذا الجانب. في عندنا طبعا درس رياضيات أيضا يعني موجود، هو نازل معكم على المودل، ممكن انكم تشوفوه، يعني كيف ممكن نستخدم القبعات في تدريس الرياضيات. طبعا هنا هو نفس الشخص بيلبس كل القبعات، فهو بيلف بينهم واحدة واحدة على حتى انه هو يفكر بكافة الاساليب. هنا برضو نفس الشيء في عنا في القبعة، بس هنا طبعا مباشرة السؤال: ما هو شعورك وأنت تقف أعلى مبنى ارتفاعه 30؟ ما هي البدائل لقياس الطول في قديم الزمان؟ قارن بين السنتيمتر والمتر، رتب الأطوال على كيفية استخدامها في الرياضيات. طبعا ممكن إحنا نستخدمها في كل المساقات وليس فقط في الرياضيات أو العلوم، ممكن في أي مجال، بس هي في إطار العلوم بتكون ناجحة جدا. طب أنا بدي أسأل سؤال: ما هي مشاعركم تجاه هذه الطريقة؟ حلوة بس بتطول. ممكن استخدامها؟ هل أضافت لك شيء جديد؟ بتنمي التفكير. يعني تجيب قبعات لأربعين طالب، هي معنوية بس. هي معنوية، أي نعم هي معنوية. بس لازم نوضح للطالبات انه ايش القبعة الزرقاء وايش القبعة البيضاء قبل ما نبدأ الدرس. احنا ممكن نعمل على السبورة، نحط هذه الصورة مثلا نخليها، او نحط مثلا القبعات وكل قبعة ايش دورها. لو مارستيها مرتين مع الطالبات، الطالبات حتحفظها، حتعرف انها القبعة البيضاء معلومات، القبعة الحمراء مشاعر، القبعة الخضراء افكار جديدة، القبعة الصفراء ايجابية، والقبعة السوداء سلبية. حتحفظها الطالبات في هذا الاطار. ارجو انكم تكونوا تستفيدوا منها، انكم تستخدموها في المستقبل. في اي سؤال؟ يعطيكم العافية.